كان عاني مع ولدي، عنده مريض التوحد، وما كرهت شي واحد اللي ينصحني واللي يعاونني ولا يشوف زعما من جهة هاد الولد، وهو ما كيخلي بي ما كيخو كيمشي وانا كنخاف عليه، ما كيجيليش هنا للدار، وهو زعما العائل كيعرف كيفهم ذكي، وهو ضايع كياكل في الزنقة، كياكل من الزبل، كيمشي يشتغل له الناس. المهم حال حالة لا يرتاح لها. كيخرج لي باللي هو اصلا ما كينعش، النفسيه ديالو مأثرة، ما كيجيش النعاس، كيبقى يومين ما كينعس، بعد النوبات كتجيبها يومين ما ينعس ليش. كيبات يهضر، وانا كنبات عليه حاضيه، عليه ليل كامل كنبات حاضيه وشابره في الباب. ملي لم مشات في داتني عيني شي نهار ونعاس وغفلت عليه، كيخرج لي من السرجم، عندي واحد السرجم كيخرج منه، كيخرج بحالو على الدروج، وكيخرج بحالو يهود يخلي الباب محلوله. شحال من بعيد جيران كيقولوا لي المعوقه الباب بقات مفتوحه، راه خاف على راسك وعلى ولادك، زعما كح المعاناة راني مرت انا يا نفسيا، خوتو مرضو نفسيا، ما بقات خدمه، ما بقات قرايه، ما بقات حتى حاجه من اجله. زعما كحال المعاناة صعيبه معاه صراحه. ربي اديته للمراكز بني كصغير، عييت ما نحاول ندخلو، ما بغى يدخلو لي حتى واحد، كيسجلوه لي كيقول لي دابا نعيطو لك، كيقول لي دابا نعيطو لك، انا نتسنى لحد الان ما عيط لي حتى شي واحد، ما عمره دخل شي مركز. خمس ملي كان عنده 5 سنين 6 سنين سديت واحد الطبيبه في القرطبي، قالت لي واش انت هنا كتعرف التوحد؟ قلت لها لا، قالت لي وابنك هو من ديك النوع هذا؟ كنظن بقى هيداك. بقيت كنعاني معاه انا في الدار بوحديتي، ملي كبر وصلت عنده 17 سنه خرج بحالو، خرج كيخرج ويرجع، كيخرج ويرجع، حق اليوم ما بقاش كيبغي يرجع للدار ابدا، باش كيخرج يرجع للدار كيبات تمايا. واحد النهار داوه هنا نطبد دبني مكاده تما بايت، وحنا ما خلينا السبيطار اللي ما فتشنا فيه، ما خلينا الطبيب اللي ما مشينا نفتشو، فكيجبنا هنا صافي ضرباتو شي طوموبيل، حيت هو ما يعرفها، عنده لا تيليفون لا والو، كيغلي وصافي، كيجي حالته مكربصه مكربصه مكربصه، ما قدرش تشوفه، ما قدرش نقول لك المعاناه اللي كنعاني انا معاه. ودابا الدرس كيحرقو، ما كيعرفش يمشي يزول مع طبيب السنان، كنقولو ديك طبيب السنان كيهرب لي من تمايا، ولكن كيبغي يقول لي حيد وجهي كيحرقني. مشى عنده قال له عمو عطيني العصير ديال الليتشين، انا ما عاودو للناس، هو ما يعرفش يعاودها لي، قال له عطيني عمو عصير، ملي ما بغاش يعطيه العصير، ملي ما بغاش يمشي بحالو، ما بغاش يتفرق عليه، هو ديك الساعه ديك يعصبو ولا ما نعرف، انا عم عاودوا لي الناس ضربوا بالشفره، يدو عملوا له 7 الغرزات، عملوا له 7 الغرزات من ديك الساعه ديك عام ونص. دابا الا مشيت اديت له يدو، انا معاك اللي اديت له يدو، ما خلينيش نادي له يدو، كيبغي يغسل الفسه بديك ديك الضربه، ما يدو بزاف كيحرقو، كيبقى يقول لي حيد لي اما يدي، يدي كيحرقني حيدو لي، ضربه على حساب هاد ليتشين، ضربو شي واحد بالعود الشطابه وهرسو قدامي. قلت له ياه لكان بعقلو انا نكون هضرت معاه، الحق ملي جبرت تبني مشي بعقلو، غدا يصبح يقول لك عمو ودقي له اختار من هيدا. دابا انا نطلب منك السماحه، قلت له عافاك ما تزيدش الضرب، قسم بالله لهيدا، قلت له ضربته قدامي تهرست على العود الشطاب، حتى داو عليه كيجرو له ليا الصغير، كيجرو له بالحجر، كنشوف من بعيني كيضربو كيجرو له بالحجر، هو ما عندوش الجهد، ما عندوش القوه باش يهضر اولا باش يضرب. راس العام جا كامل مكوي بين يدو، يدا مكوي، ما عرفتوش باش كوان يدو باش تكون يد. المهم كيجي مكرفص ما تصورش، صافي انا قلت لك الناس كيموتوا لما ولاد واحد النهار ويبكوا عليهم، انا كل نهار عندي محمد رضا ميت، كل نهار كنقول يرجع ما يرجعش، كنطلب من المحسنين اللي يعرف هذا المرض هذايا ينصحني، ينصحوني ولا يوجهوني، ولا الاطباء ولا الجمعيات، المهم كنطلب ينقذوا لي ابني، ما يبقاش مكربص هو وانا وخوتو صغارين، يشوفوا امن اجل العيال صغارين مكربصين بزاف، ما كينعسوهم، ما كيجبروا راحتهم، دائما انا كنبكي، ولادي كاملين مرضوا مرض نفساني صراحه.